خفص الميكراني عندي مشكلة قد السخط. شوف يا مدام خميسة، أنا راني نحب الناس اللي تاخذ الانيسياتيف بالعربي المبادرة تلدي، ونحب زاد الناس اللي ما تقصش عليا. انتي ماكش مطالبة بحاجة تتجاوز لا إمكانياتك ولا حدود خدمتك. أما خبتي خنقول معاك كلام. من فضلك يا مدام خميسة، مازلت ما كملتش كلامي. دونك هذه آخر مرة تجيني وتقولي عندي فيها مشكل. ما عندك الجفايل غريزيل الماتريال تسرق، ضاع أمورك، تتصرف، ما يلزمش الخدمة تقف. وفوق هذا عندك سلمونجي، دونك ثم يا خشي من فضلك. الرعشي واش اللي علينا؟ أعرف واش خرجي من فمك مدام. لا يا مدام، يا خشي معناها بالعربي تراتبية. في بالي ثانا. هاي كملتي؟ كملت. نجم نقول حويجة؟ لا باغ كونتخ تنجم تمشي تشد خدمتك، ونحبك مرة جاية وقت اللي تجيني هوني تقولي صباح خير مدام، راني لقيت حل. حل لي حل، الله مبارك مدام. هذي ظهر فهم مش طول معي برش. ألو سلمونجي، إجاني حالا. الله يبارك مدام، توت سويت. هيا بركة متمسخر تاعك المونجي، هيا ستوب. قال توت سويت. يا أخي وش بك خايف منها؟ يخلي المرأة تستنى نورمال. ما نجمش حجي، لازمني نمشي لها. هي المرأة قريب تخرج من التليفون. الله غالب وين نطلع لك القدمة، الدنيا تقلب عضها. أيوا حافلة عندك عاد منجي. شنو حافلة؟ تاكسي جماعي. يا ربي ما يا ربي يا شنو يا مرجي؟ نسلم هالطي ما نسلم. يا حياتي يا اخي شبيه المنجي؟ لطف يا ربي، كان قاعد يفطر. كلمته دوجة اسم الليل عندهم تقربك بوجن. لك هم الفطر ونشربتي. اوه يا عمري المنجي مسكين. هكا خرج كي المهبول. ايها مسكين ولدي. لا يفطر ولا يرتاح كيف الناس. شنو امي؟ يا اخي تحبوا يخدم تحبوا يخدم، وكيف يخدم تقولش بيه هكا؟ يخدم ما قلناش لا، اما واش تحرص عليه؟ سبحان الله ولدي مش مستانس. يعني ولدي مش مستانس تسمع فيها؟ عندها الحق حنونه، ما تنسيش المونجي مفشش في حجر يما. هو من ناحيه مفشش مفشش. تفضل سي المونجي. سلمونجي نحبك. يحبيني سردي تحبني. نحبك تقف معايا سلمونجي. ايوه سر. شوف سلمونجي، من نهار الاولاني بدات المشاكل، ما عناش ما فماش ما نعرفوش. انا راني ما نخدمش هكا، بالك شي ماشي في بالكم اللي انا عندي باقات ماجيك. هاي الحكايه ماهيش سهله راهو، سينو باش نتلزم نقدم الرابور متاعي للبنكة، ووقتها نولي نبدل البيرسونيل الكل، وبما فيهم انتي سي المونجي راهو. مدام ما تنرفش روحك يا مدام. مانيش منرفسه مانيش منرفسه. يا حبيبي شنو عندك الفتاة؟ استنى لا نحلك الفلوس نتاع سوريا نتاعك وتنفس بالكدا. ايش بيك انت يا ام؟ سامحوني سامحوني، انا اسف، يظل جيت في وقت غير مناسب. انا وقت غير مناسب انت بتاعك؟ شو لقيت انا عم؟ تفضل سي حمدة، شو مشكلتك؟ اولا أنا ما نيش سي حمدة، أنا سي حامد. ثانيا أنا جيت في بالي نشوف في سي زيتوني. ثالثا ما فيها باس كي تسكروا البيب وتسطروا ما سطر الله. يا وحيد في البيرو. يكب في ساعتك يا حمد. شو يحكي هذا؟ وشكون سي زيتوني؟ مدام ما تخافش عليها، هذاك من خوفارو. أنت لاباسها؟ لاباس لاباس. ورد بالك سي المونجي ما عادش تعاودها. شنو هي اللي ما عادش نعاودها مدام؟ اسمعني سي المونجي، عندي دين ونعرف نحل الفلوس نتاع سوريا نتاعي وحدي، متفاهمين؟ با تخو فاميلياريتي معايا داكوغ؟ داكوغ مدام، سامحنا. لا والله عرفتها، من النهار الأول عرفتها دار مش عادية حتى تعرف. سي المونجي عايشك، تمشي تعيط لي توا شو اسمه ساسي وتعيط لي المنظر، فيسع حالا. الله يبارك مدام تتشيت. أهلا أهلا أهلا. بالشيف بيرسونيل. شنو اخويا بديت تخدم على روحك؟ يا على قليلة نخدم على روحي، مش كيما برشا ناس ما تعمل في حتى شيء. شيء ما نعمل في حتى شيء؟ بالعكس، توا كنت نعمل في قيلولة بسويعتين تركب 66 كيف، وتوا باش نشمر على ذرعاني ونمشي نعمل كويس تايم نعلى بعض المعلم منظر وقعيدة بحث اخويا قالكا. وبربي لو كان وحلت في حاجة ما تكلمنيش. ها سبقوني يا جماعة وهني واقف على هواء، شفتهم بأمي عيني يشديتهم بالكمشة في حالة تلبس. ما تقول الكلام يا حامد، يدوا في شونة يا ولدي.
اسمعوني انتم الزويز يزيكم من دقل حنك مع حامد هاي انطلقوا المدام حشت بكم حالا بربي والكلونات شكون باش يسربيهم يا بابا ببوشه ولا حامد يسربي روحهم يعيشك تحكي مع الشيف بيرسونيل اني قسله وضحه اردوا بالكم يا جماعه الشيف بيرسونيل راهو قاصي يسرب نجموا قبلكم النهار هاي انطلقوا عيشكم اكبس روحك انت سي سي يا سلمونجي وي انا يا كازانوفا بربي قل لي لحظه الرومانسيه اللي شفتك فيها قبيله صحيحه ولا انا مستخيل يا حبيبي اسمعني نبه عليك يا حمد اللي صار في بيروت بيناتنا واضحه شنو ما يتخبشين في البلاد يا لحظك العاثر يا حامد القصوري هو يضرب الكعب على قلبه وانا خنفوسة المقباقب تتشنفخ عليا
احنا عمرك احلى ترجع في الحقول احنا سرقه صفرة تاكل في الزبون احنا روز تشرب في الجازوز سايب شيء ادخل النار وراك لا سجدي وانت برا هات لهنا باي لا اله الا الله ادخل برا وين تحب المهم املص برا اخرج يا ودي كي نخرج وين تاني امشي القطع الرقبه يا اخويا املصني بركه تعرفش كيفاش هاني القهوه قدام كي نمشي للقهوه انا باش تنخلص نفس خلاص اه ربي حبيبي يا سيدي كي رد علي يا ربي بار اشرب حاجه نحسب كثرهم عليك ان شاء الله وش بيك؟ خميسة أختي قالت لي اللي أنت نسيبنا وقالت لي ما تبعدش على نسيبك فرغلنا كاستحمل نشرب فيه قهوة ونجي ما نلقيكش وانت تغدى ماذا نغدى؟ طبعا من بكري وانت تنسى حوتري قلوا هناك كيفاش تتخلصني وتلمهم لي الكل راس الشهر فيش تخلص؟ يلا واش هاك انت تختم وانا واقف معاك نغني لك نعمل لك في الزهو والطرب كنت حاب نحسب لك النحلة بمياه وبعد قلت فهم ما كبرنيش انا قلت غني لي لا من غير ما تقول لي خميسة اختي قالت لي اللي انت نسيبنا ونسيب بحال خو خاصة كي ظلم البو مش نينا خميسة اختي عالجيل خميسة اختي المتكلم معناها انت وخميسة كيف كيف يا بابوش واش هيك ظهرت في آخر حلقة أنت أختي أختك؟ يا مال أخويا الوباء في الأعداء أختي فاطمة بجعتك بنتي وش الدنيا لهنا الدنيا برد عليك الهواء في زقيق مسمم خلاص تمشي شنوشك بوطابق يا خميسة بنيتي نوشني بوطابق ولا حتى مترو قل لي شفت شي المنجي هاي خلي المنجي خرج بقضية عندك بهجع ودوجة معاه هلا بنتي مشي معاه هاني متنبرة في البير وما عجبها شيء بسم الله الرحمن الرحيم وانت تلف تلقيها وراك تقولش عليها جن اللطف والمنجي كيفاش هيدو خلي المنجي اللهم صلي على النبي عليه كل عادة حاط الحادة لابس سميزة وسروال يا خميسة مش هذا اللي نقصد دوشة شعلنا معاه مسكين هانو تبع فيها كل معزة همشو كل معزة كل جرو يرعش منها رحشة ما يعين خيط في ما خيط اللي ما يشورها هات عليك سي المنجي أهلا خميسة الأمور مريقلة ولا؟ مريقلة السباط تحك حكين يوسف الأصفار يقولك اردوا وتتحدوا وتعلقوا وبيوت البان وشوف فيهم منظرك يعطيك الصحة أسمعني نقلك نحب الدنيا تشعل من غير ما نوصيك غدوة جايين نطلي ما نحبش المدام تعمل لي حتى ملاحظة كان فما حاجة كولاكة عمل لي تليفون ما عنديش فلوس في تليفوني تحبش نبعث لك مساج على الحيط متاع الفيسبوك متاعك يا بنتي لحيط لفرفاوي أنا حتى من القومت متاعي تزكتي فيتو وارتحت تعرفش كيفاش بيبي لي تاو نكلمك الله مبارك ما عندك كان النساء وين يا اخي نحاول ما فل ما عندك كان الرجال عادي يا سي المنجي الغوه 5 سنين التالي نزولا عند رغبة الاتحاد النسائي قال لك فيه تفرقة وعنصرية ضد المرأة اسمع لا ربي في بالي ارتحت من المرأة جتني لدوشة كاش فما انتو بزادة لا حتى شيء عملت لنا صابونية بيه يا ولك هاو بيني فطيمي كيفاش تعملوني نشم في النسمه يا منجي ايه ما حشتك بيا ايه حشتي بيك قل لي منجي مش ديما تقول لي ولدك راجل ايه اش فما لاباسه اش فما ماكش عارف اش فما سي المنجي وي مدام منجي ما كملتش كلامي نعم يمي لحظه برك نمشي نشوف المدام بعديش نرجع لك بيه ايش الهوني اه سي المنجي وين حاجتي بيك المساله ما تستناش باهي يا منجي تمشي للمدام وتخلي مينتك ما كذبوش اللي قالوا ما يطيح رطل كان الكيلو كان رطل وانا كيلو لا طيب هذه خدمه هذه خدمه شنو ذر اللي قاعد نشم في ريحه حرب ضروس لهنا قل لي سي المنجي
قاعد تحس في روحك بين المطرقة والسندانة؟ ها؟ أما قل لي شكون المطرقة وشكون السندانة؟ ها؟ عزوز نعم إجا معايا عندي ما نقول لك. هاي المطرقة روحت ويظهرني باش تاكل لك قلبك في الدار. هيا ربي عينك يا مدام. عايشك سي عزوز. سي المونجي حشي بيك. تود شويت. نجم تفسر لي شنو اللي صار توا؟ شنو اللي صار؟ حتى شيء ما طيمة من شيرة وانت من شيرة هكا حسيت بروحي كي الكورة بيناتكم. فيها حاجة يا بيه؟ ما فيها حتى شيء. لا لا سي المونجي فيها برشا. ايش فيها؟ اسمعني سي المونجي. المشروع نتاعكم هو مشروع عائلي. يعني حسب ما شفت كان ماشي بصفة اعتباطية. وهذا هو السبب اللي ما خليهش ينجح. دونك يعيشك سي المونجي، نعملوا حدود بين الخدمة وبين العائلة، ما كانش رانا ما عملنا حتى شيء. توا بربي الحاجة ربي فضلها وعرس والعين ومرحبا بها في كل وقت. أما وقت الخدمة إيش مجيبها؟ عندك حق مدام، أنا نتصرف ونحكي معها. أنت علاش حياتك؟ جوستومون حياتك لك على الشيء هذا اللي صاير. شركة هو؟ هكا هو؟ أيوا. عايد تفضل كيس تي نتاعك عافية. اسمع عرفتكم هي مدام دوجة، انا نديلي سي عزوز يكفيني. يا ندوجة سي عزوز انت البوس وتقعد طول عمرك البوس. اهلا سي عزوز. اهلا. ايش بيك تعب ولاهث ودهش وانت مازلت في عنف وين شبابك؟ تدخل الحلقة عنف وين؟ قالوا ايش لفوان؟ لفوان هذا يا سيدي بين اللفعة والعقربان. مدفل ما تفهمناش تضم فمك تبعدني برا قعد غادي. قعد غادي ودي برا نوقف لك. قل لي يا اخي مازال ما يتفكر شيء ولا ايش نقول لك يا سي عزوز؟ هو تفكر كلمته خميسة والباقي ما يعرف حد. الطبيب قال شيء مؤقت. مؤقتة؟ هاي يا مالا وخي ما يفككش من 3-4 سنين. بك تعرف احنا في تونس معطين لا في حكايه المؤقت. يا اخي مش قال روح المصيبه. ودي ذاك يقول لك انت كي جربوه على مثل شيء. حبيباي صديقاي وقره عيناي سي الزيتوني وبابوشا وثالثهما صاحب الحمار. تعرف والله يعطيك الصحه سي الزيتوني. باقي لها الخدمه شيخ تفرهد استمتع وتسمع كلامي. انت لها بروحك شويه يا وذني كما تقول انت. وش غنغانك انا مانيش لها بروحي. لا نقصد معناها انت قاعد فاضي شغل ما عندك ما تعمل. علاش ما تنخرجش في جمعيه؟ ولا تسافر تخرج خارج حدود الوطن؟ ولاذفاء مزيد من المتعه تهزني انا معاك. وش قولك لو كان نهزك بمقص وتجي على عظيم زارع؟ لا ولا 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 بالحق يا سي زيتوني. هزني معاك. انت عليك الاقامه وتذكره السفر وانا علي دعاء السفر. بسم الله مجراها ومرساها. لقيتها. وش بيك يا طفل؟ شوش بيه يا بابوش شوش بيه؟ كان يراعي في فارق التوقيت وتوا وين وصل له المساج. يا سيدي انت مكلم فوان هذا تعرف ايش؟ ما نقولكم يا مرحبا بسلامة لو فوان هذا حشيشة تجيب الطولة هيك ما بين قراع الدجاجة والمعدنوس تذكر في الصيف لما كنتي ما نحطوهاش في الشربة. يا راس نولك شربة ترى ذكرت 30 دينار متاعي خير لك.
حنونة ها؟ ما قلت ليش عملت في سوسة؟ ما عملتش حاجة كبيرة، عملت اجتماعات مع لي ديريكتور دوتيل ولي زاجونس دو فواياج وجيت هذا مكان. ضحكتني أكهوة. مش معناها أكهوة يا أختي. شوف أنا خممت بالبزاف على مستقبلي ولقيت طريقي. لقيت طريقك؟ ما تقوليش لقيت الطريق وانت شادة طريق سوسة. نا حنونة من مقبل يا أخي قعدت نطلع ونهبط على الربح والخسارة. زيد الحكاية فيها ربح وخسارة. هاي أما الحياة راهي ماهيش مشروع تجاري يتقاس بالربح والخسارة. سي وأكثر من هكاك يا أخي. أنت كي تصدم حنونة على مشروع باش تصدمي هكاكا لازم تعملي الحساب واش تربحي واش تخسري. أيوة شي جديد هذا، مش من عوايدك. با هي بالحق مش من عوايدي، أما من دوكا باش تولي من عوايدي. شوف من اليوم حياة ما تزيديش تسمعي من فمي الهضرة لا على رجال لا على صغار. أنا جربت مرة وأكهاو كما تقولوا. أختي قلت فاش قام عليا، ما زلت صغيرة ونعمل مستقبلي ونسافر ونحوس ونخدم. كان جا راجل بالمواصفات اللي راهم هكا في راسي كما نعرف. هيا مرحبا به تفضل نغمال. كان ما جاش يروح يلعب على روحه سهل عليه. أما باش تقف حياتي أنا هكا على راجل لا. يزيني من لي ساكريفيس اللي عملتهم وما بدات بيهم والو. أنا معاك يا حجيلة في اللي قلته، أما الدنيا عزيزتي ماهيش هكا، راهو فرق كبير بين الكلام وبين الواقع. فينيش من الحديث؟ لو كان تقوم تحطوا الطاولة مش خير؟ منجي قريب يروح راهو ميت بالشر. يا دوجة الشنطة قتلته بالخدمة. فوالا ها هو الواقع. يا حجلة جاك الصياد من بعيد. عبري حبيبي عبري حبيبي ليلة الالبس لك الابيض. ابي ميشا وش قولك في الغناية؟ والله ايش باش اقول لك يا خميسة، العمار بيد ربي. فلله ولا فالك، البس لك الابيض يعني ربة العرس يا ولدي، مش حاجة اخرى للطف. هيك البس ده تحبي تعاودي تنا خاطر بركة تو ناكل عليها في صوابعي. عباري حبيبي عباري حبيبي يا خميس. ها باش اخواتي ما تحلوش الترجمه تبغي تغني لينا الليله. انا على خير كاك نستعرضوا على التريسيتي. ها نظميت فمي. ها ما قلتيش ليا مخلوخه. لا لا قلت لك قديش من خاطر لمك انتي انت راسك مصدق خلاص. قلتها لك المره الاولى والمره الثانيه وانت مشكله هنا خلاص، لا تسمع لا تاخذ الراي. مش بيك ما تتبلصي علي، قلتي لي انت. ها هي حق انا وش قلت ليك؟ انت توش تحب فاي؟ نحب شيء بني تعمل عم تنجدك وبر على الفيسبوك اضايا وش فيه؟ الله اكبر الله يرحمه مسكين. منو اللي مات بنت؟ عبد الحميد بن فرج وفاته المالية اللي اعتنا قالك يشري فيك عيبة سردينة من المرشي لقرو اللي اعتنا على الزفات ما خلطش حتى يقليهم. ومنو بنت فرج هذا اخي تعرفيه؟ هلا ملواشي صحابنا ويه في الدم، كل ما يهاب التصوير نحط ليه جامة. جام هاي جام هلا مغالا جام وكيلة بالفرنسي معناه نحب. مش بين بيت الحس يطلوش الله معافينا يشبو في التابل كاكاوي. يخميس يخميس الفهم خوي خيتي قلقت وحدي متسالش نجيب احذاكم. الراح الراح ما ثم حد براني. ايش اقعد اخي مش بك حاشم؟ اي لا حاشم عارف من سميه هو بحشمش من كان يخش علينا فرنسا ككل بيت النوم ونحن راقدين خليها تو نحن في الصاله. عارم غير ما كنت نخش عليكم البيت النوم بلحق خميس وخيتي. بلحق الفهم وخي مشي خطره مشي اثني تتفكر ابي بيشا. شو نتفكر ويا عمال اخوك تتنساه نحكي الحفار قبري. بسم الله الرحمن الرحيم.
عليك مهجور. سمعني مش نمشي نستريح. تفكرت الفهم؟ إيه مش مثبت برشا. أما تفكرت حاجة أخرى. ماشي. سعيد. سعيد. لقيت زوج قصيد واحد داخل مزيك. تحب نقصو؟ ها بابوش. مش بك ترعش. قرسان. وقال تفكر حاجة باهية بابيش. قول الفهم وشي. تفكرت ناكد. تفكرت. نسيت. يره. لا لا ما يسالش الفهم حتى شيء. تو كل مرة تتذكر وترجع لك الذكرى بشوي بشوي. إن شاء الله ما فهمك الرب. تصبح على خير يا تصبح على خير. ما تنساش باش تعمل لي تليفون الصبعة باش تفيحني يا رب. إن شاء الله إن شاء الله. هكا هاو راح البوكوس. تعب يحب يرقد بكري. مسكين ملا منجي. ولا غير تبدل يا. ملي جات هذيك دوجي يا تاتا شفت كيفاش ولا الطريق؟ خوين ماشية؟ تقولي ليش انت تام باش تروحي ترقدي؟ ها مازال حالة روحي سهري معانا. لا لا هاني جاية. ها ما تطوليش. أما مرة دوجو هذه طلعت امرأة مافيا. اليوم شعيرة بارك ولا لحمة بينها وبين فطيمة. والله ماك البنجي بيناتو ماكايا يتراقص لو فاهم يمشي لمعة ماينتو لما عرفتو كي كورة التنس بيناتو. هذيك علاش طلعت وجهها مقلوبة؟ شفت انطاني باش نقول لك ها كلش الا تاتا هذيك باش نهبط لها انا باش نوض معاها قره بالكفاره نشدها من شعرها نشف جدها وين تهبط لها يا بنتي خلي المراه تخدم على روحها بون بون البنات شوف اقراوا حسابكم من اليوم لا عاد لا فما لا مسلسلات ولا سيريات علاش واش درنا طنطا مع قبيل باش تعدي هنا الكلها اخبار نو جوستمون حتى الاخبار لا السهريات يا سيدي باش تتراوح بين الموسيقى السيمفونية والوثائقيات تاريخ جغرافيا أدب ومش انتوما بركة هذا يصالح للناس الكل شنو اللي صالح للناس الكل معناها باش تليها بينا الكل ايه؟ ملا ابدا بحسونا حاجتو شكون يعاونوا في دروس اي بيان سور با بروبليم تو سويت وانتوما حضروا لي رواحكم بور لا جراند ميوزيك يحكي على الموسيقى الكلاسيكية تتا هكا الجماعة اللي يبدأوا يعزفوا يتروحوا قدام المعلم شد عصا
حسرة يا حسرة. تعرف ولدي أنا قريت على شمعة بس طلعت راجل راهو. أيوا خاصة في الحساب، الحساب كنت جن أرقط. تعرف المعلم يبدأ مازال ما كملش يكتب في المسألة في الصبورة وأنا طلع الحل، يقعدوا كشخين فيا. باهي سيدي هاي التركيز، ها ركز معايا بالقدا خاصة في الحساب. أردت أن تملأ حوض الاستحمام بالماء والذي تبلغ سعته 170 لترا، سهلة. فتحت الحنفية السبالة التي تضخ 10 لترات من الماء في الدقيقة الواحدة، داكوردو؟ هوك في الدقيقة الواحدة هي تضخ 10 لترات متاع الماء، وهذا وقتها يصير. قال لك في الدنيا في الدقيقة على الساعة 9:02 فما متى يمتلئ الحوض، مع العلم بأن هناك عطبا يسبب تسربا ب3 ديكاليتر من الماء في الدقيقة. هاي هاي ها يا أخي ما انتبهتش في القسم أنت يا لا طنطا ما حقكش. شو يا عايش ولدي، انا الحساب راني قريب بالسوري مانيش قريب العربي. اي برا تو نديلك الحجره تو تجي هي تعاونك. باهي بخلاف الحساب عندك شي حاجه اخرى؟ اي عندي لغه. باهي هات 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 اللغه. انا كنت لبلبه في اللغه، يناديوا لي سيباوي القصر. باهي التمرين هذا اي تصريف النواسخ من البانو المليون دي النواسخ. شوف عايش ولدي طويكا يا اخي لازم منه الحساب واللغه وكل طواليه طو... اسمع اسمع تحبش نخرف لك خرافه 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 ليه ليه طنطا حب الاخر دروس يا اخي دروسك باي باي اقرا دروسك ما طول ندي لك الحاجة مال تعاونك حتى انا يلزمني نروح راهو عندي برشا خدمه تستنى فيه. طوطو مازال تخدم؟ اي اي مازلت نخدم هاكا مدام دوجه تخدم في النهار وانا نحضر لها الخدمه في الليل. يا حجله 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 بابا بابا ما صح راسه عنده سنتي عمتا عمتي حكب هذا مقلبك قلت فرشة حقا بيبيشة تتفكر منين كنا صغار ضربتك بحجرة على راسك ياخد دم زرق واللي تبكي روح تشكل يا ماك ياخي زترك بتعليك مش لكني لون زرق صغرة من صغرة راكد عليه تعرف الفحم بيبيشة عظام وعظام الهول كنت شد حي وسايبه ميت من القرص ما يداني لك شيء لا 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 ما يداني لك شيء بيبيشة متربي على قد ما نعمل فيه ويقول لي خاطرني نام متربي ونراعي لخالتي الجمعة ألو ها سمير هاي وينك سيدي وين خلاك ها طب بركة طعب في التربي سيدي بسعيد هاي باهي يعطيك الصحة ما قصرتش ها وش الدنيا الفهم لا لا هو متربي متربي قلت نرد عليه انشد على قهوة دار العمر تو يدلو ها باهي سيدي نرجع فيك في الأمان بالله يا عمي بابوش كان قشر كاف هذا مذي بالله العمالك الباهية قشر ليه بركة بيبيش مسكين مريض فاقد الذاكرة ويمكن ياسر حتى التقشير نسيه تقشير نسيه الوقت لما نسيهش وداش ما تقشرش ليه خيتي يديك بالحنة يا قشر ليه بركة بيبيش هاك تشوف فاي اللي هي النفط لا يا رحمة لكيك تفاصيل صباح النور يا احلى حيوته في العالم ايه
والله يعطيك الصحة يا منجي، أنا نسخالك نهارين الأولانيين نافح وتقوم بكري وبعد ترجع كما قبل، يخليك شادد صحيح. ما تبدلت برشا تقولش عليا نكذب، كأن أنا أحسن الدين الملاكة، تعرف وليت مسؤول وليت عبد آخر، الخدمة والرجلة. مودي لا بحجيلة، عندي مدة ما شفتك شحجيلة. بيان سور وليت ما نتراش وأنا في الدار، مدامك يا سي محمد نهار كامل وانت شد جرة للدوجة. بالله والله لا فهمتكم انا، تو من شيرة تحبوني نخدم ونريقل اموري، ومن شيرة كيف نخدم تنبر عليا. ليه ليه يا وخي اسمع، شد جرة اللي تحب عليها انت، المهم تخدم. ليه انت قاعد عيط يا باي باي؟ مونجي يا اخي وين رايح؟ اقعد افطر معانا يا اخويا وبعد روح. ما نجمش حشيدة، عندي ساعة كومبيت والمونيتور استنى فيها اللوطة. مرجي الساهل البرمي راك 3 سنين وانتي تعدي وكل مرة يقول لك شهر المرة الجاية. محسوب مش مني انا راو، من المونيتور ما يعرفش يراني. اما سعيه راو توا دبرت واحد كبير هو، اما بقدرة ربي عالمي طيارة اخر شهر نعدي. منجي على شنو تعدي ولدي؟ شو جع فيك؟ لا يا امي نحكي له مع البرمي، عندي ساعة كوندويت. ربي يجيبك في السواق. امين. هيا باي باي. حقا حجيلة؟ اسمع كان اسمع تحس انت مروج امريكان امريكا انا بيا. بيا كثير سبور حسيت بروحي صغرت 10 سنين. هاي مشي قمودي. شو قمودي؟ تظمر انت؟ اسمع غالي فكري مشي تخلط للخصرة. خشة فتة الخشة باربع كيلومتر يبكي على همك انتي من صالة الكوجينة تتاح مرتين من خالي اسمع ننصحك تقدس في الهوير تبقى تخم في الاحتراف. شو وقعد نبر انتي علي سبورتيف اللي كيفي يا لك منتج حم بر. حناني وين قصد ربي؟ وين ماشي؟ انت نمشينا بالله صار ما زلت مش تحاش بالعبله نتاعك انت واختك. يا حتى انت عمي بابوشة قدك شيخ خرنان. خرنان نرفوزي ونقروس واش ببيش حكاية العظمة راهي اخرجت من الساقة، حبينا نفتلكوا عليك وضعك هاو لمكنت يتنغى بجرب هز معاك كالفاهم باش يوالف. لا يوالف لا يخالف واشي جبته ونسيته. هذا يكون له مريض فاقد الذاكرة لما كان جالبس عليه وش يدني؟ وش ندنه؟ يا ما توصي والطبيب يوصي خويا اللوحو. لا حنان لا لوحيني نا ثاني بثاني حبيت نفهم بربي يقولي لي راجلنا في الدار دي ولا قط؟ قط؟ لا بباش بينصير راجل لم كنتي حتى القط ثانا في الدار مش خايب كيما يقولوا فيه دار فيها القط ما يخشوهاش الفيران احتراما للقط. والله ينبلعك يا خميسة يا أختي الزوز كيف القط عنده زوز السامي قط وقطوس ورجلك عنده زوز السامي بابوشة وجبلة. والله ينبلعك الفهم وش لغيم ثانا وقال يجبدوا البعضهم. لا يا في هذه ما جبتيش فيها هالجيل القط عنده شلغيم قط وبابوشة عنده شلغيم السفشة. تفضل خويا شحاجتك. السلام عليكم. سلام خويا. تقول انت نقولني هذه هي دار العنبر؟ هذه هي اش تحب؟ تفضل عندك كل خير. ناسي سمير تقول انت نقولني عندي موعد مع سي شب الله في القهوه. تفضل مرحبا بك. ايه قد ايامك ووصلك ما تمنى. يا معلم وين مشي امشي في الطويل خير ما تبصيني الطول. باهي سامحني. الله شبيك لباس يا مزي. لباس الى الجردة. امشي شبيك لباس. لباس كيفاش لباس يا خويا؟ والفصمة اللي حطيتها على جبينك وشنو هذا كدك؟ تينطق يا منشي. لا بس يا بك يا سيدي دوما طلعت بالكربة حبيت ندس فصي نعمل دي مراجع أمريكا سلمونيتير ما زال ما حطش سنتين بتاعه وتمشي عشان تفرق هيك وعد نقرحي لبس البربريس. خلاص يا أخويا المنجي ما تزعلش هاك المهم خرجت سلامك.
بلي بلي لمس علينا يزم يدبر عقل بالبريز وخاصة يدبر مونيتور اخر الراس تضرب وصفير راس ودايك بالمشاع نسيتي العزيز.